النشرة الإخبارية من القدس دوت كوم، رام الله فلسطين، أهلا بكم. قتل 11 شخصا في هجوم على حاجز بريف حمص، بينما واصلت قوات النظام محاولتها استعادة مناطق خسرتها بريف اللاذقية، في الوقت الذي يتواصل فيه القصف على دمشق وريفها وعدد من المدن السورية الأخرى اليوم. دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس إلى وقف التظاهرات العنيفة في مصر، مندداً بالاستخدام المفرط للقوة من جانب السلطات. هذا وسيراجع الاتحاد الأوروبي خلال الأيام القليلة القادمة العلاقات مع مصر، وسيتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تصعيد العنف وفقاً لما جاء في بيان الاتحاد. من جهة أخرى، اعتقلت قوات الأمن المصرية 22 شخصاً من جماعة الإخوان المسلمين في محافظتي الأقصر وقنا، في إطار حملة أمنية موسعة نفذتها الشرطة المصرية فجر اليوم. أكد رئيس نادي الأسير قدورة فارس عقد اجتماع بين أعضاء كنيسة إسرائيليين ومسؤولين فلسطينيين في العاصمة المجرية بودابست الأسبوع الماضي، وذلك لبحث استئناف العملية السلمية. وقالت عضوة الكنيسة يفعاث كريب: نحن هنا من أجل دعم العملية السلمية، وكلما توصلنا إلى حل الدولتين بشكل أسرع كلما كان ذلك أفضل للجانبين، وذلك حسب ما أفادت صحيفة معاريف. لقيت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات مصرعها مساء أمس بعد إصابتها بنزيف داخلي حاد إثر سقوط جهاز لتكبير الصوت عليها أثناء حفل زفاف في قرية برطع الشرقية بمحافظة جنين. قتل 34 شخصاً على الأقل فيما تستمر عملية انتشال الجثث والبحث عن مفقودين يقدر عددهم ب 85 جراء اصطدام عبارة ركاب بسفينة شحن وسط الفلبين. وأفادت وكالة الأنباء الفلبينية بأن أعمال البحث والإنقاذ استمرت اليوم بعد اصطدام عبارة ركاب بسفينة شحن ليلة الجمعة الماضي. وأخيراً، استطاع المبرمج الفلسطيني خليل شريتح، وهو من مدينة يطا بمحافظة الخليل، اختراق حائط مارك زوكربيرغ مؤسس موقع فيسبوك، كي يثبت للقائمين على موقع التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية وجود ثغرة أمنية في الموقع تتيح الدخول إلى حائط أي شخص والنشر عليه. نهاية النشرة الإخبارية، شكراً لمتابعتكم وإلى اللقاء.